تفسير رؤيا الفرج في المنام ورمز المهبل في الحلم. تعرفوا إلى تفسير الفرج في المنام ورمز العضو الأنثوي في الحلم، ومعنى إدخال شيء في الفرج في المنام، وحلم مداعبة الفرج ولحسه. يرمز الفرج في المنام للفرج ونيل الأماني، وحلم مداعبة الفرج يدل على التخلص من الشدائد والهموم. ومن رأى أنه يمص المهبل في الحلم فذلك دليل على نيل الفرج القليل، كما يدل شعر الفرج في المنام على النكد والكلام القبيح. وبالعموم فسر الحلم بالعضو الاتناس للأنثوي بالزيادة في المال والرزق وحسن الأمور. تفسير رؤيا الفرج والمهبل في المنام لابن سيرين. فسر ابن سيرين فرج المرأة في المنام بنيل المآرب والأمنيات، وقد تدل رؤيا العضو الأنثوي في الحلم على الفرج لمن هو في شدة وقرب. ومن رأى أنه نظر على امرأة عريانة ورأى عورتها في المنام فإنه يتجر بتجارة رابحة مكروهة، ورؤيا فرج المرأة دون علمها في لحلمة تدل على الوقوع في خطأ وزلل، وحلم إدخال شيء بلا مهابلة دون لذكر يدل على تغير الأحوال للا أفضل لوقتي لا يدوم طويلا. رؤيا الفرج الأبيض في المنام تدل على الزيادة في المعيشة والغنى، ورؤيا الفرج الأسود في الحلم يدل على السمعة الطيبة والمكان العالي. رؤيا فرج من حديد في المنام تدل على الشدة والكرب التي يقع بها. إذا رأى الحالم في منامه فرج المرأة كبير فذلك دليل على تغلب أعدائه عليه، ورؤيا المهبل صغير وضيق في الحلم تدل على قهر الأعداء والنصر عليهم. من رأى أنه يلج ذكره في فرج امرأته في المنام فإنه ينال ما يطمح إليه في حياته، ورؤيا تعذر إدخال الذكر في الفرج في الحلم تدل على الفشل في الأعمال وتحقيق الغايات. تفسير رؤيا فرج المرأة في المنام للنابلسي. فسر الشيخ النابلسي فرج المرأة في المنام بالبشائر الكبيرة والفرج وتغير الأحوال للأحسن، وقد تدل رؤيا المهبل في الحلم على الزواج للأعزب. ومن رأى عورة امرأة في المنام دون علمها فإنه يكشف أسرارها، وقد تدل الرؤيا على اكتشاف كنز مدفون. كما يرمز فرج المرأة في لحلمة على الوديعة التي لا يجيب التصرف بها. حلم ملامسة العضو الأنثوي يدل على الانتعاش وتجدد النشاط والحيوي، لأن ذكر الرجل ينتعش بملامسته. وإذا رأى الحالم في منامه أنه يطأ فرج امرأة مجهولة واستمتع به فإنه يتصرف بمال وديعة ليست له. رؤيا الفرج في المنام للعاصي تدل على توبته ورجوعه إلى دينه، ولقاطع الصلاة تدل على التزامه بعباداته وقبوله نصيحة، وقد يدل فرج المرأة في الحلم للمريض على دنو أجله أو حفر قبره بيده وهو حي. تفسير الفرج وفتحة المهبل في المنام للعزباء. حلم الفرج للعزباء يدل على تخصلها من المصاعب في عملها وعلاقاتها مع الآخرين، وإذا رأت الفتى العزباء فرجها في المنام فذلك دليل على تغير أمورها وأحوالها حسب حال العضو في الحلم. ورؤية فتحة المهبل في الحلم للبنت العزباء تدل على زواجه القريب من الشخص تحبه بعد طول انتظار. الفرج الواسع في المنام للعزباء يدل على تعرضها لأذية من الكارهين لها، وإذا رأت الفتى العزباء أن مهبلها ضيق في الحلم فذلك دليل على تمكنها من التغلب على المصاعب والعراقيل في مشاغلها. ويفسر حلم الفرج الوردي للفتاة العزباء بأنه يدل على سعادتها الكبيرة وحسن أعمالها. كذلك الفرج الأبيض في الحلم للبنت العزباء يدل على تحقق أحلامها وغاياتها، والفرج الأسود في المنام للعزباء دليل على وقوعها بسوء أفعالها وتعذر عليها أمورها. تنظيف العضو الأنثوي في المنام للعزباء دليل على رجوعها عن أعمال منكرة وباطل، وإذا رأت الفتى العزباء فرجها نظيف في الحلم فذلك دليل على طهارتها وتمسكها بالعبادات.